حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شريك عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به فخذوه وما نهيتكم عنه فانتهوا. أبو هريرة narrated that The Prophet said whatever I have commanded you do it and whatever I have forbidden you refrain from it. هزات أبو هريرة رضي الله عن هسير روايتها رسول اللہ نے فرمایا جس کام کا میں تمہیں حکم دوں اس پر عمل کرو اور جس سے منع کروں اس سے باز رہوں